السلام عليكم. اليوم غادي نشارك معكم واحد الفيديو ديال طرطة ديال عيد الميلاد او حلوة لاكريم. يعني اسهل حلوة لاكريم يمكن لك توجديها. اول حاجة كنبداو بها كناخدو واحد ساشي ديال الفاني، وكناخدو نصف كأس ديال العنبة ديال السكر. يمكن لك تزيدي إلا بغيتي تزيدي، المهم السكر كيكون على حسب الذوق. وكناخدو 4 بيضات، وكنخلطو الخليط ديالنا مزيان حتى كيطلع مزيان. هنا كنزيدو واحد شوية الملح، وكنطربو الخليط ديالنا مزيان كيف ما قلت لكم حتى كيطلع مزيان كيولي كله رغوة بحال ما هكا. هذاك الخليط كيولي كريمي وكيولي اللون ديالو قريب البلون كاسي. هنا كنضيفو الدقيق بشوية بشوية وكنبداو نحركو. كنبداو نضيفو الخليط بشويه بشويه وكنبدا نحركو غير بايدينا من التحت الفوق باش ما كنهبطوش هذيك البيض ديالنا. كنبقاو مستمرين حتى الاخير حتى كنساليو هذيك الكميه اللي في هذاك الكاس. المهم بعبار كاس العنبه، كاس ديال العنبه ما عامرش، بقات ليه شي سنتيم على انه يعمر. هاد لاجينواز راه كيجي خفيف وهشيش ورطب بلا خميره بلا والو، غير بهذوك ثلاثه المكونات الرئيسيين، يعني البيض والسكر وهذا والدقيق. هذا هو لاجينواز اللي يمكن لك تصايبي به حتى هذاك لابيش. المهم هنا كنديروه في الطاوه ديالنا اللي غادي تدخل الفرن. كنخليوه في الفرن 10 دقائق فقط. الا كان الفرن مسخن يعني اقل من 10 دقائق، ما تخليوهش حتى يتحرق ليكم. هنا كنجيو نصايبو لاكريم ديالنا. المهم انا هنا هاد الكميه اللي غادي ندير انا، حيت درت 2 طبقات. كنحتاج الكريمه، كنحتاج 400 غرام ديال الكريمه السائله. كنحتاجو معها نصف كاس ديال السكر، وكنحتاجو لهذاك المثبت ديال الكريمه حيت هنايا ما كاينش، ماشي بحال في المغرب الكريمه كطر بها كطلع بلا مثبت. هنا ضروري خاص يكون عندك المثبت باش يطلع لك الكريمه. هذاك هو المثبت. انا غادي ندير 2 من فئة 7 غرام.
هنا انا غادي نضيف واحد الياغور طبيعي، يمكن لكم تضيفوه يمكن لكم ما تضيفوش، المهم انا غادي نضيفوه غير باش نزيد يعني نكثر من الكميه ديال الكريمه ديالنا. اذا ما بغيتوش ديروه ما ديروه. هنا الجينواز ديالي من بعد ما خرجته من الفرن انا قطعته وقديته وكيجي على هذا الشكل، يعني راه من احسن الجينواز اللي يمكن لكم تخدموا بهم ليبيش وتخدموا بهم حلوه لاكريم. انا هذاك العبار اللي عطيتكم يعني ديال وحده وتعودوا تزيدوا وحده اخرى، يعني عبار اخر دوبليو المقادير باش يخرجوا لكم باش تحصلوا على هاد الاثنين. هنا انا غادي ناخذ الحليب بوحدو باش نسقي به هاد لاجينواز. نتوما يمكن لكم ديروا سيرو اي حاجه ديروها، ديروا المربى اي حاجه بغيتوا ديروها لاجينواز تسقيو بها، لكم الاختيار. هنا كنجيبو هذيك لا كريم ديالنا اللي طلعناها وكنديرو هاد الطبقه الاولى ديال لا كريم. المهم نتوما الا كان عندكم هذاك غادي يجيكم اسهل، انا حاولت هنا باش ندير لانه ما عنديش هذاك اللي كي يسرح لا كريم. على هنا غنجيبو هذوك البقايا ديال اللي قطعناهم من لاجينواز باش قديناهم مربعات، المهم حتى هما ما يضيعوش، غادي نديروهم هنا في مع الحلوه في الوسط في الحشو، ما غنخليوهمش يضيعوا لا للضايع، نعمه سيدي ربي ما خاصهاش تضيع. المهم ملي غنساليو من هاد غادي نحطو كاع هاد البقايا ديال لاجينواز، غادي نديرو اي فاكهه يمكن لكم نتوما تختاروا. انا تما درت البعويد، كاين اللي كيقول ليه الكوماطرا، نتوما يا غادي ديروا اي فاكهه بغيتوا ديروها، واللي ما عندوش يعني يقدر يستغنى عليها ماشي مشكل، يقدر يدير شوكولاطي يدير اي حاجه، يعني اي حاجه يديرها. المهم انا هنا غادي ندير البعويط، غادي نستفو المهم انا هنا غادي نجيب الطبقه الثانيه، غادي نحاول نقادوها نحطوها فوق الطبقه الاولى ونقادوها مزيان من جميع الجهات ونضغطوا عليها شويه باش تشد. هنا
هنا غادي ناخذ ما تبقى من الحليب ونعاودو نسقيو به الطبقه الثانيه كامله. كيف ما قلت لكم يعني هذا كيفاش نتوما بغيتوا تسقيوها، باي سيرو باي حاجه، يعني لكم الاختيار. المهم دابا كندوزو لمرحله اخرى من بعد ما كنكونوا يعني كملنا الحلوه ديالنا، ف طليناها كلها من الفوق بالكريمه، كندخلوها للثلاجه. دابا كنجيو لمرحله اخرى، كناخذوا هذا الكيوي كنديروا معاه قطرات من الحامض، وكنديروا معاه السكر يعني حسب الذوق دائما، وكنديروه فوق النار. مهم نتوما ديروا كيوي، ديروا اي فاكهه لكم الاختيار. هنا المهم من بعد ما كيكون طابت لينا ديك الفاكهه ديالنا، طلق هذاك الماء ديالو كنشدو كنصفيه، وكنحاولوا انني نعصروه مزيان اولا نطحنو ونعاود نعصروه. هنا كنجيب جيلاتين او لا اغار، يعني انا هنا عندي هاد الاغار يعني حلال، نتوما كتستعملوا الجيلاتين لان الجيلاتين حلال في المغرب. كنجيبو هنا كنديرو بعد كنخرجوا لهذه الحلوه ديالنا من الثلاجه، وكنكبوا فوق منها هذاك السيرو. كنحاولوا اننا نديروا كميه على حسب الرغبه ديالنا، انا ما بغيتش ما غاديش نكثر، غدا ندير غير فوق السطح ديال الحلوى غير باش اللون شويه الابيض يختفي. وكنحاولوا اننا نغطيو كاع هذيك لاكريم من الفوق وندخلوها للثلاجه. المهم كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. انا كنزينتها على هذا الشكل يعني باوراق النعناع والفريز. المهم نتوما تزينوها باي حاجه عندكم. احنا على سميناها بانها اسهل طورته، يعني كديروا فيها الفواكه اللي عندكم والاشياء اللي عندكم، هذا غير على حسب الفواكه اللي انا عندي وعلى حسب هذا الاقتراح. انا اعطيتكم غير اكزامبل، نتوما غادي تديروا اللي عجبكم في الفواكه. والانسان كيبغي ينوع ويبدل كل مره، كيبغي يدير الفواكه اللي كتكون عنده باش يعرف المذاقات. المهم هذه يعني حلوه بسيطه، ديرها لوليداتك تفرحيهم، تصلح لعيد الميلاد اي مناسبه. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تبخلوش علينا بالاعجاب ديالكم واللايكات ديالكم ولي كومونتير زوينين ديالكم. نتمنى ان الفيديو يعجبكم ويكون مفيد لكم، وتحاولوا انكم تجربوه علاش لا. وشكرا جزيلا لكم. هنا يمكن لكم تخليوها هكاك هنا، او لا يمكن لكم تقطعوها قطع فرديه حتى هي وتقدموها، يعني نتوما الاختيار ديالكم طبعا اكيد.